رسمت حديقة، بس ما في حديقة بدون شجر، مو هيك؟ على فكرة مسال، انتي بترسمي أحلى مني وقت كنت بعمرك. برافو عليكي. انتي موهوبة كتير حبيبتي، ما نسيتي ولا أي تفصيل صغير. عن جد برافو عليكي. لازم تضلي ترسمي. حتى عم فكر جيب لك ستاند لتصيري ترسمي عليه، شو رأيك؟ شو يعني ستاند؟ لحتى ترسمي عليه. شو له اسم تاني؟ يعني فيك تقولي عنه لوح خشبي له رجلين بينحط عليه وراء الرسم. وبعدين بيصير فيكي ترسمي يلي بدك اياه. بترسمي مناظر طبيعية، بترسمي بورتري إذا بدك. بورتري مثل الصورة الشخصية. طب مين بدي ارسم انا؟ رسمي ريحان مثلا. برأيي ما رح ترفض ابدا تكون موديل لرسمتك. بتوقع ما عندي خيار غيره ابدا. طالما القصة هيك، وين اقعد؟ هون منيح؟ برأيي هنيك أحسن. أوكي. أنا جاهزة. من وين لازم نبلش أول؟ حتى أنا ما بعرف كمان. خلينا نبلش من عيونك.